السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن العلاج الدوائي لفرط الحركة، وده سؤال اتسأل كتير جدا جدا من بعد ما نزلنا فيديو فرط الحركة اللي جاب الحمد لله مشاهدات كتير، ودينا نوصل بالمعلومات للناس بشكل مبسط. الناس كلها كان سؤالها طب أنا قد إيه علاج لابني؟ ببساطة خالص كده، طفل فرط حركة مشكلته إيه؟ مشكلته إن عنده حاجتين مش حاجة واحدة. الحاجة الأولانية أو الجزء الأولاني من الأعراض، إحنا بنتكلم على فرط حركة، بنتكلم على تشتت انتباه، ده جزء كبير من الاعراض. الجزء الثاني والمجموعه الثانيه من الاعراض هو الطفل بيبقى عنده ضعف قدرات ذهنيه، عنده عند، عنده عنف، عصبيه في التعامل، فيبقى احنا عندنا مجموعتين محتاجين نشتغل عليهم. المجموعه الاولى بتاعت فرط الحركه وتشتت الانتباه، ايه هدف العلاج فيها؟ هدف العلاج ببساطه ان انا اقلل حركه طفلي وازود قدرته على الانتباه والتركيز. المجموعه الثانيه في العلاج هدفي فيها ان انا اقدر ازود القدرات الذهنيه بتاعت طفلي، فيبدا الطفل يبدا يفهم كويس فالعند يقل، يستوعب كويس فالعنف يقل، يبدا يتعلم ويتربى كويس فالاندفاعيه والعصبيه بتاعته تقل. يبقى اذا انا دايما عندي مجموعتين من الادويه، مش مجموعه واحده كفايه، مجموعه تقلل الحركه ومجموعه تحسن القدرات الذهنيه. تمام. طيب الصح في الاطفال دي ان انا اعمل ايه؟ الصح مش بكتر الادويه، يعني للاسف انا بيجي له روشتات فرط حركه، الروشتات مكتوبه ظهر وش وظهر. تمام. ادويه كتير وكلها عكس بعض، وحد يكتب منشطات قويه جدا مع حاجات تهدي الحركه قويه جدا، فيبقى احنا ما اتحركناش مكانه. دايما في مثل انا بقوله للمرضى اللي بيجوا عند العياده، ان الطفل المكتوب له منشطات قويه جدا وحاجات تهدي الحركه قويه جدا اكنه واحد داس بنزين وفرامل في وقت واحد، العربيه ما تتحركش مكانها. علشان كده الصح ان احنا نعمل ايه؟ تدريجي، وركزوا في الكلمه دي قوي، تدريجي بنقلل حركه وتدريجي بنحسن ذكاء. يعني احنا مش مره واحده، وده اللي بيحصل، الاخطاء اللي بتحصل في الروشتات، ان بتلاقي الدكتور كاتب لابنك نشاطات قويه جدا بدون بقى ذكر اسماء، نشاطات قويه جدا وغاليه جدا، سواء بقى كانت اكياس او اقراص، فتلاقي الطفل قدراته الذهنيه عليت فعلا، لكن قصاد ده بدا الطفل يبقى عنيف اكتر، عصبي اكتر، وتلاقي الطفل بعد وقت، بعد ما كان اكتسب مهارات نتيجه الادويه قويه جدا، نتيجه الحركه بتاعته زادت، بدا المهارات دي يخسرها تاني. يبقى اذا الصح ان احنا نشتغل بحكمه، نقلل الحركه ونزود ذكاء. طب نقلل الحركه بايه؟ بحاجه اسمها ادويه مضاده للاضطرابات السلوكيه. ايوه، مش مهدئات. مفيش طفل بياخد مهدئات، الطفل بياخد مهدئات ده مشكله كبيره جدا، واحنا وبيتاخد في مستشفيات تحت دواعي طبيه معينه جدا جدا جدا، ولا تستخدم في العيادات. تمام؟ عشان بس نطلع من نقطة أصل ده مهدئات، أصل لأ، مفيش طفل بياخد مهدئات. الطفل بياخد إيه؟ حاجة اسمها أدوية مضادة للاضطرابات السلوكية. أسمائها العلمية في السوق إيه؟ أول اسم كان ناس كتير بتستخدمه، وبعض الدكاترة بيستخدموه لحد دلوقتي، الريسبريدال. الريسبريدال ده أول مادة بدأت تبقى موجودة في السوق، بتتكلم عن أو بتتاخد في الأطفال اللي عندها فرط حركة، بيقلل حركة الطفل، تمام؟ بعد الريسبريدال بدأت تظهر حاجات تانية زي الأربيبرازول، زي الاتوموكسيتين، دي كلها مواد باختلاف بقى طريقه الاستخدام، يعني باختلاف هي بتشتغل ازاي، عشان دي معلومات طبيه لن يعني لن تفيد حضراتكم بشيء، ولكن دول التلات ادويه اللي معظمهم بتدور حواليهم روشتات فرط حركه. باختلاف بقى اراء الدكاتره، يعني في دكاتره بتميل لنوع عن نوع تاني، بس ترتيبهم كده مش من الأسوأ للاحسن، ولكن من الاقل تاثير الاحسن تاثير الريسبريدال، بعده طبعا ده قالهم احسنهم الاربيبريكس مع الاتوموكسيتين، الاثنين تقريبا متقاربين، بيستخدموا على حسب حاله الطفل، يعني ده ليه دواعي استخدام وده ليه دواعي استخدام. مين بيحدد دواعي دي؟ الدكتور. ما ينفعش حضرتك تروح الصيدليه تقول لي السلام عليكم انا عايز دواء فيه اتوموكسيتين فادهوني فاديه الطفل، لا لا خالص. الصح ان الدكتور بيقيم، بيشوف الطفل هو انهي دواء وانسب دواء بالنسبه له مناسب، لان في اطفال بينفع معاها ريسبريدال ومش محتاجه غيره، في اطفال محتاجه اربيبريكس، في اطفال محتاجه اتوموكسيتين، في اطفال محتاجه بعض الادويه الثانيه اللي هي ممكن نحتاجها في بعض الدواعي الطبيه. يبقى اذا اول مجموعه هاخدها ادويه مضاده للاضطرابات السلوكيه اللي بتقلل الحركه. المجموعه الثانيه، وهي دي المجموعه اللي عليها لغط كبير، مجموعه النشاطات الذهنيه او الحاجات اللي بتحسن النشاط الذهني. في مشكله بقى كبيره هنا، المحسنات النشاط الذهني دي كتيره جدا، من حاجات ضعيفه جدا لحاجات قويه جدا. الامهات يا عيني غلابه قوي، فبتروح تقول للدكتور ايه؟ بص يا دكتور انا ابني ضعيف ذهنيا، عايز اخد اقوى حاجه. اكتب لي يا دكتور ما تقلقش، اكتب لي اكتر حاجه مستورده واغلى حاجه في السوق و و و عشان ابني يتحسن. هي يا عيني غلبان، هي مش فاهمه. لان هي اسهل ما حاجه ان هو الدكتور يكتب لها حاجه قويه جدا وغاليه جدا. طيب ايه اللي هيحصل؟ الطفل خدها، خد منشط قوي جدا، فبدا الطفل يهايبر اكتر. بالظبط كده، بالظبط. زي واحد
واحد يعني جاب عربيه قديمه وركب فيها موتور تربو، الموتور ده قوي جدا والعربيه يعني مش هتستحمل، فالعربيه هتتبهدل ومش هتعرف برضه تتحرك. يبقى الصح ايه؟ الصح ان انا ابدا بنشاطات الحركه او بنشاطات النشاط الذهني وابدا ازودها تدريجي، وده يعتمد على استجابه الطفل. يعني انا في اطفال بكتب لها نشاطات النشاط الذهني ضعيفه بتحسن مع الطفل بطريقه قويه جدا، في اطفال بيحتاجوا حاجه اقوى، بس الصح ان احنا ناخد سلمه سلمه، يعني ما نقفز، لا انت سلمه سلمه. والامهات اللي جت عند العياده عارفه الكلام ده، انا بقول لها انا كاتب لك حاجه وانا بقول لك ان هي ضعيفه، انا اللي بقول لك ان هي ضعيفه، ليه؟ انا بختبر طفلك، بشوف طفلك هو محتاج ايه، ليه انا اوصل لطفلي لحاجات عاليه وفي الوقت اللي الطفل ممكن يحس فيها حاجات بسيطه. فلازم يبقى احنا بنطرق الاختيار نشط النشاط الذهني للدكتور حسب تقييم. طيب مفترض في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ تدريج الحركه بدات تقل، تدريج النشاط الذهني بدا يتحسن، فيبدا طفلك يبقى في ثلاث مواصفات يدل على نجاح العلاج. لو الثلاث مواصفات دول موجودين يبقى العلاج ده ما نجحش. طفلك هادي صاحي وفايق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو طفلك بياخد الدواء نايم طول اليوم وعامل كده يبقى طفلك للاسف العلاج تقيل عليه ومش جايب التاثير، ان هو النوم ده وبنسميه الهمدان الشديد بيخلي النشاط الذهني ما يتحسنش. دي حاجه. العكس بقى، لا انا طفلي بياخد العلاج بس يا دكتور لا مش هادي، ده مهايبر وحركته كتير، تركيزه زاد بس حركته كتير ومهايبر ومش عارف اركز معاه. يبقى اذا الصح ان العلاج يخلي طفلك صاحي وفايق وهادي، دول الثلاث شروط عشان تقول ان العلاج ده اللي بياخده طفلك ناجح. طيب هل في خطه لدخول الادويه وهل في مراحل؟ ده موضوع الحلقه الجايه بتاعتنا، اللي هو ايه؟ احنا ازاي بندخل الادويه دي؟ وامتى نسحبها؟ وهل الطفل هيستمر عليها فتره طويله؟ لا، دي الاسئله احنا بنسمعها للام كل يوم. يعني بعد ما تلاقي طب يا دكتور طب هيقعد ياخده كام سنه؟ طب طفل هياخده طول العمر ولا مش هياخده طول العمر؟ طب احنا هنوقف العلاج امتى؟ طب هو في حاجه خطوره في العلاج ولا لا؟ هل في اثار جانبيه للعلاج ولا لا؟ وده عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل هنخلي الاجابه على الاسئله دي في الفيديو الجاي، تابعونا عشان خاطر نقدر نساعدكم. ربنا يا رب يبارك في اطفالكم ويحفظكم ليهم ويساعدكم ان انتوا تربوهم احسن تربيه ويكونوا لك جيل نافع ينفع بلده ووطنه بشكل احسن. اشوفكم على خير، السلام عليكم.